السلام عليكم، بيانفوني دو ما شان ام المطبخ. ان شاء الله بركم في الفيديو هذه نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم البنات حبيت نشارك معكم لا غوسيط هذه تاع التمر. دونك كيفاش نديرو التمر لاباط تاع التمر، كيفاش ديريه ولا تلك سوا ديريها الكعك نتاعك الكاطو تاعك ولا ديريها المقروط، سي نفس الطريقه. نعاود نشرحكم بالقبيليه. دونك تخشيشي نتاع عزيزين نسيني بغاك تشارك هذه تقول لا فيديو هاي كنت وري ام كي خدمن التمر لا باتنين التمر. دونك التمر لانت كي يبغوا يلي تاع الكعك نتاع تاع المقروط نتاع تاع الكاطو لو ميم برينسيپ لا ميم فاصون كي تعلط على غد لا فيديو هاي خاطر بزاف يدي قرن تولاوين قرنت يد الخلاثة كي قرنت يد يقور تمرني يقور يتمرني الفور باش يومي تغرر تمرني ام دوري ام كي راه تعرفت دا شو توي استخدمت. دونك فوالا بي سي ازغن نتمر دونك الكيلو دونك ماشي داي الكيلو داي مثلا داي يناس واحد 300 غرام كان 300 400 غرام نتمر. دونك تمرين وين يسعنا راه دونك اثن فرن نسنكسيك لي اثن بطوكا ازوح ازوح يسعى ابعا كيرا ديفا. دونك البنات هذا خديت واحد هكذاك 350 تاع التمر التمر هذا تاع لاباط. دونك نبدا انايا كيفاش نديرو. دونك نبدا نكوبي هكذا بالموس هكذا افيك الكوطو بلاقل برك هكذا نكوبي هكذا وندير لك فخوماج ولا باش نفيريفي بلي ما كانش داخل كيفاش يقولوا العظم هذاك. دونك تقشيشين باش هذه لي غسور ولاش ابعني نتمر باسكو سي دونجور وين لو كان هذه خلطة ثنج. دونك ما بيبستو حنا مليح دونك ثيا مينا وسعيت راه بليت كان كي بعدن وسعيت راه مشى راه صعود وتلحق ترى غردينا التمر زمرت صدمت التمر نبعة اسك استبعني غات صفورات ومن بعد ما راه صفورات هادي فسي دميتي تزديت ما راه تزدت ربع ينم دونك ادياس كيف كيف كما هي دونك ادياس كيف كيف نكمل راني كي افطور ايكل افطور هكذا بستوح انا افطور ويكون دوري هذا شرس نخدم غير داخل. دونك فوالا بعد ما كوبيت كاع التمر نتاعي هكذا فوالا. دونك هنايا عندي المزهر الزيت نباتية حبة تاع القارص جنجلة محمصتو مع شوية نص مغرف تاع عندي مغرف تاع قرفة ونص مغرف تاع كيفاش يقولو ليكلو جيغوف دوك يولي لي طولطون يروح لي هنا. دونك فوالا نبدا الحاجة الأولى ندير عليه هكدا فوالا ندير عليه هكذا المزهر ونبدا نخلط فيه هكذا بركب العقل نديرو هكذا فوق اللوحه هنا نحي هذا ونبدا نعرف فيه هكذا بالعقل كي تخدم واخدينين بلي تسيطر الدروه تاع الكعك حاجه ما يقيم دزوح كانت توا على باطني عزيز غرنو الكعك نقاش. دونك فوالا ومن بعد شويه شوفوا كيفاش ولا جوست برك باش نقول لكم حاجه كي تخدموا هكذا في اللوح فو توجور ديروا هكذا ان شيفون ولا لتحت باش ما تبوجيش لا بلاك نتاعكم. دونك شوفوا ما با 5 مينوت شوفوا كيفاش ولا مي مالغري سا مازال مخصوص. دونك نزيد له دونك تقشيشي نسر لغه ماء المزهر هيا كيف كيف هذا اللغه تاع الخيغ مليح هفايا تحبي غمار روح غدا على الكاطو تفغ الكعكينو تفغ المقروط نار الكعك هذا فغ ويي ماين هي باسكو هي تطفى فوز هفايا لي القرنفل فوالا اقليت. دونك شويه القرنفل وحي للقرفه راس على الغدايه تكس الريحه. دونك البنات ندير له القرنفل نص مغرف تاع القرنفل مع القرفه ونزيد نرابيلو هكذا شويه تاع القرص
سيترون فير ثاني يعطي له ريحه مليحه. نزيد عليها هكذا جنجلان صار نوع تقشيشين سمث نتغل جاوين الجنجلان يتكس البنة مليح ومام طون تعلمن بليك الجنجلان العليث مليح. الجمعة اكل غوية وتبدو غسع لها سحن الزيت. دونك نبدأ ندير له شويه شويه تاع الزيت. كاس كيما بوسي ندير لا فيديو هادي قلت لكم كي نشوف هكذا ناكل هكذا الكعك ونشوف هذاك التمر هذاك داير ونديريك مسمار سي بور صح حبيت ندير لا فيديو هادي باش نوريكم الطريقه كيفاش نعجنو هذا اون بليس بسيطه. دونك حنايا القبايل نديرو له شويه تاع زيت الزيتون نكنح القبايل نعدي لا سكا دو كويار ا ميم با دو كوت كانك كان نزيد نزمر لويشي تحبينا ريحه ينس مي بوغ موا زيت نزمر توجور ديك زيت نزمر نعدي تاع ريحه ينس كي تحبي سورتو بالمقروط. نسرنق شويه نزيد هنا دونك البنات سي بون دوكا نسيي نجمعو مليح ونوريهولكم دوكا في صحن التقسيم كيفاش داير. دونك تقشيشين جو بونس بلي كي شطاز عرفتي خص هيني تويد عفايا امشي تقل ويكون تيدوريها شي لغي فاسني ويكون تيدوريها. دونك فوالا تقشيشينها ولي كيمشي دوسا همشي دوسا تمرينو تخي تخي بيان تخي متزيسا كما تبغيت. هفايا تبغي تتعد المقروط تبغي تتعد الكعك سي لا ميم شوز رمحي دي دوير هالا يتدو تخي متزيس اكن تبغيت. هفايا زري ممشي كلا يقور ترا امشي كقل. دونك سي بون نكي ثورا الدماغ السرسغ ادي روبوزي مليح تجد ادي روبوزي لطو اتخمرغ الكعكينو وكن دوريغ ومن بعد اشارخ الماء سيس. دونك البنات هاوليك في الاخير كيفاش جا التمر نتاعي خرج تخي تخي بيان هاوليك. نديرو هكذا دون اون اسيات ونديرلو هكذا برك تاع الزيت ونخليه يروبوزي نص ساعه قبل ما نديرو. دونك ما عليا نقول لكم الا قال خير على بروشين فيديو تقشيشين على بروشين فيديو ان شاء الله.